ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان أولا صيام الست سنة نعم. عند جماهير العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر يعني السنة وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن رمضان عن عشرة أشهر نعم. لا. لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يبقى من السنة كم شهران إذا كان رمضان عن عشرة يبقى شهران شهران إذا صام ستة أيام فإنه يصوم يعني بدلها ستين يوم فحينئذ تكمل السنة لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالانسان المسلم يحرص على صيام الست اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على ان يكمل له تمام تمام السنه كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب عندنا تساؤل يا شيخ نعم. المراه الان اللي علىها قضاء وهي تعمل وتقول الان وش اسوي اصوم الست من شوال والقضاء ولا ابدا بالقضاء ان استطاعت ان تبدا بالقضاء فهو اولى وان لم تستطع فانها تصوم الست من شوال وتؤخر القضاء وليس في ذلك باس ان شاء الله وايضا بعض العلماء يقول لو صامت القضاء وصامت الست في ذي القعده فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سواء كان ذلك في ذي القعده او في صفر او في غيره فهي اذا صامت سته ايام تكون كانها صامت ستين يوما في اي وقت كما اخبر بذلك الله في قوله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وكما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى ان لذكر شوّال في الحديث خاصية تلامس القلب ولذلك أداوها في الست يكون موافقا للحديث وأسلم